السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته خوتي خواتاتي داخل وخارج أرض الوطن. إن شاء الله ألقاكم في هذا الفيديو في تمام الصحة والعافية بإذن الله. فقبل ما نبدأ في صلب الموضوع كنتمنى أنكم تعملوا اللايك والبارتاج بالخصوص لهذا الفيديو باش دائما تصلوا بما هو جديد فيما يخص قضية زهير الله يرحمه. إخواني أخواتي، لا حديث هذا اليوم إلا على الحالة النفسية المتأزمة والصراخ ديال الملف على محسين داخل الزنزانة ديالو بسجن مول البرقي بأسفي، بعد ما سمع وتأكد قبول طلب المحامي المحترم ديالك، المحامي اللي كنحترموه اللي هضر وتكلم ودافع عن حقوق الضحية، ومن بعد ما تأكد قبول ديك الطلب ديالو من طرف الهيئة المحكمة بخصوص طلب تحويل ملف من جنحة إلى جناية، وهذه الجناية اللي عند العقوبة ديالها اللي كتوصل حتى الإعدام. حتى العائلة ديال محسن اللي كانوا كيظنوا أنهم سوف يتم التخفيف على الإبن ديالهم محسن ويكون واحد الحكم يعني عادل ومنصف ليهم، لأنهم ربما كيظنوا أن محسن كان كيحاول يدافع على نفسه، وكان انه ماشي هو اللي كان هاجم وانما زهير الله يرحمه اللي كان هاجم. ولكن السؤال المطروح، هاد العائله اللي شافت هاد العمليه اللي قام بها الابن ديالهم كيضربوا يعني صراحه كيشلخوا بحال شي صراحه يعني هادشي ديال الحيوانات ما يعملوش بحال المسائل. حاشا الله يكون هذا انسان اللي قام بهذه العملية واللي خلقت واحد الذعر واحد السياء لجميع يعني الساكنة ديال المغرب من طنجة إلى الكويرة، ودائما ومازال كيتأسف وهما متضامنين مع العائلة ديال زهير الله يرحمه. وهنا فين خلى هذا محسن اللي داخل السجن أنه كيدخل في واحد الصراخ مع الموظفين السجن مول البرقي بأسف من جهة، ومن جهة أخرى مع هؤلاء ديك الحباسة المعتقلين اللي صراحة اللي سمعنا هذا الخبر أنهم حاول أنهم يعني الشجار معهم، لأنهم دائما كيحشيو لي الهضرة دائما يعني شي كلمات يعني ربما أنه مرض نفسانيا بسبب غير ديك الكلمات اللي كيسمع داخل السجن والحالة النفسية اللي كيعيشها والتأنيب الضمير ديال المول فعلا بالخصوص اللي كان في حالة هستيرية جدا وهيجان، لأنه ما كان يظن يقوم تلك الفعلة الشنعاء، تلك الفعلة اللي قام بها إخواني أخواتي، وداك الشيء اللي كان موثق وحتى هذيك الفيديوهات والصور اللي وصلت حتى لخارج أرض الوطن، يعني مجموعة من الدول العربية استنكروا هذيك العملية. ربما هذا الشيء قليل فاش كيوقع، ولكن للأسف يعني يعطي ديك الصورة المغايرة لبلاد المغرب، بلادنا الآمن اللي كان دائما كنفتخروا به واللي كان كيبين واحد الصورة نموذجية يعني الدول الآمنة، ولكن كيجي هذا المحسن كيقوم بهذا الشيء كامل. فاحنا كنطالبوا من السلطات، كنطالبوا من السلطات ومن المحكمة أنها دير العمل ديالها كما هو وتنزل عليه بأقصى العقوبات اللي كينتظروها جميع المغاربة صغير وكبير، لان هذا الشيء هذاك الفيديو اللي تنشر راه اثر علينا احنا نفسانيا، يكفي هذا التاثير النفساني اللي تاثرنا فيه ومازال كنتفكروا هذاك الشيء اللي قام به، وهذا الشيء اللي خلانا اننا يعني نعيش واحد الذعر والخوف بسبب هذيك العمليه كيقوموا بها. وهنا فين تحرك صاحب الجلاله ودخل ورسل يعني مديريه الشرطه المركزيه من الرباط برئاسه الدقيسي اللي مشى للاسفي، ومن تم تحويل او يعني تلقيه هذيك البؤر من ذوك المجرمين. وهناك اخبار يعني انشاء مجموعه من المراكز الامنيه في مجموعه من الاحياء بمدينه اسفي. الحمد لله على هذا التحرك اللي صراحه خلى في نفوس المواطنين يعني باش يثقوا في نفوسهم انه مازال الامن في بلادنا المغرب الحبيب. وبخصوص ذلك السيكليس اللي كان دلاب واحد الشهاده كاذبه
يعني بعد ما خرج في واحد يعني واحد المنبر اعلامي كيخرج عينيه وكيهضر وكيقول انني تهددت وانني مضروب، وحتى ديك الضرب اللي كان راه هو ضرب راسه صراحه، وهادشي جا على لسان الاب ديالو، لانه جات اخبار بان هذاك السيكليس اللي قام ديك الشهاده وقال بانه ضربني وهادشي كامل كذوب، وانه جاتو اخبار من احدى الشهود اللي اكدوا ليهم، اكدوا لي بان هذاك السيكليس راه هو ضرب راسه وقام بادلاء ديك الشهاده امام منابر اعلاميه باش يحاول يبعد عليه ديك التهمه، لانه هو اللي حضر ديك السيوف واللي حضر ديك الشناوه تمهيدا لمواجهه زهير الله يرحمه. فالاخبار اللي كتاكد اختفاء هاد موسيكليس والهروب ديالو الى وجهه مجهوله، والسلطات الامنيه وضعت مذكره بحث وطني في جميع المراكز الامنيه من اجل القبض عليه في اسرع وقت، بعد ما تاكد بالفعل انه المدبر والمخطط لهذه العمليه. والاخطر من هذا اخواني اخواتي، اتهام زهير الله يرحمه بانه تعدى عليه وتكرفس عليه، يعني يكفي هذه التهمه يعني كذب، الشهاده كذبه، وانه كذب على واحد يعني عند الله الله يرحمه السيد راه عند الله من الشهداء، وكيكذب عليه وكيقول انه تكرفس عليا وضربني بجنوية، وزاد فيه انه كيبين لهم ديك الضربه اللي على القفا ديالو ولا الراس ديالو. فمسكين هاد زهير اللي حرموه من نعمة الحياة، الشاب اللي كان محب للحياة وعايش حياته كيف ما بغى، فراهم حسدوه وغرقوه وحاولوا انهم يعني يتخلصوا منه، وكان جايب لهم الفقصة في قلوبهم حتى ولاو عندهم قلب اسود من جهته وغصبوه في حياته. شوف مسكين اش كان كيتمنى في حياته، والصيف هذا والله عيب وعار صفيوها ليه بهذه الطريقه وبهذا يعني الطريقه الحيوانيه، نقدر نعبر بها طريقه حيوانيه لمجرد الحقد والحسد والغيره زياده على اللي هادشي كامل اللي متفقين عليه جميع المغاربه، وحتى الشهود اللي اكدوا ان الاخت زهير الله يرحمه اللي كانت هي الطرف وهي السبب الرئيسي في هادشي كامل، لان هاد زهير الله يرحمه اللي مشى دفاع عن الشرف ديال العائله والشرف الاخت ديالو، لانه ولد في نفسه واحد يعني بقات في نفسه واحد يعني صراحه شنو نقول واحد العقده، لان هذاك محسن اللي كان باقي في السوق كيبيع الحوت كيخرج وكيستفز العائله وكيستفز هذيك الاخت ديال زهير بكلمات نابية. إخواني أخواتي، هذا ما لدينا من أخبار، وكنتمنى أنكم تعملوا بارتاجوا لهذا الفيديو باش دائما توصلوا بما هو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.